تشريدا وتهجيرا وتسربا من التعليم. هكذا آلت إليه أوضاع طلاب اليمن بعد نكبة 11 من فبراير حتى اليوم. منظمات تعليمية أنهارت بكل مقوماتها التعليمية من كتاب مدرسي ومدارس وقطع رواتب المعلمين، لتكون نتيجة ذلك تسرب الآلاف من الطلاب من التعليم. سنوات أدت لتدمير البنية التحتية للجانب التعليمي بكل نواحي، فهناك العديد من المدارس لم تعد صالحة للاستخدام، والبعض منها دمرت كلياً، فيما الأخريات لا تزال تستخدم كثكنات عسكرية. غابت الدولة وغاب معها المعلم، وبات الطلاب لا يجدون مكاناً مناسباً يتلقون فيه التعليم، سوى بعض الجهود الذاتية من بعض المعلمين دون أي مقابل، يحاولون بكل إصرار إسناد مستقبل جيل تكاد بأن تطغي الأمية عليه. حدث خلال 10 سنوات تدمير كلي وليس جزئي للسياسة التعليمية وممنهجة. غياب الكتاب المدرسي، غياب الراتب للمعلم، غياب الفصول الدراسية، تدمير المدارس، انهيار التعليم بشكل كلي. أصبح المعلم يفتقر لأقرب الوسائل، يفتقر لراتب لكي يسد رمق أولاده. أصبح المعلم من الفئة المحتاجة التي يجب التصدق عليها، بعد أن كان المعلم في عيشة محترمة ومكرمة، أصبح المعلم في حال يزرى له. في هذا المكان يفترش هؤلاء الطلاب الأرض بين حرارة الشمس الملتهبة لتلقي الحصص اليومية والامتحانات الشهرية، بعد أن فقدوا الكثير من مدارسهم وظلوا لسنوات بلا تعليم، وآخرون حظيوا بخيم صغيرة كفصول دراسية، حال لا يختلف كثيرا عن باقي المدارس الأخرى التي تحولت من مباني إلى خيم صغيرة لا توفر أي بنية مناسبة لتلقي التعليم، في مشهد تعكس الخراب الذي نخر المؤسسات التعليمية في غضون سنوات. فيما يقول العديد من الطلاب في مأرب أن مناطقهم لم يعد فيها أي مدارس أو معلمين، ما اضطر للنزوح إلى محافظة مأرب لتلقي التعليم. كنت في ذمار نازح، شردونا الحوادث من شردونا من المدارس من هذا. بعد ان وصلنا لمأرب ما بش معنا لا فصول ولا حاجة، جاسم بندرس بين الخيم بين البرد والحماء. شردونا الحوادث من البلاد وهذا، ولا خلونا ندرس في المدارس ولا حاجة. أنا نزحت من بلادي، متوقف من العلم سنتين، أصبحنا بلا مدرسة وبلا كتب، كنا ندرس لا في خيام، جالسين في القاع، ما بش لا كراسي ولا شيء ولا مدرسين. والآن أدرس في مدرسة الجيل في الخيام، في حر وبرد وشمس. دخلت البلاد في حالة من الفوضى العارمة والفراغ القيادي. طال كل مؤسسات الوطن بما فيها المنظومة التعليمية بعد أن كانت تزخر بجودة خدماتها التعليمية، لتتحول إلى بلد يفتقر لأدنى مقومات التعليم، يجد فيها الطالب صعوبة شاقة بغية مواصلة تعليمه. فبحسب إحصائيات اليونسكو فإن أكثر من 5 مليون طالب وطالبة باتوا بلا تعليم بعد تعرض أكثر من 600 مدرسة للتدمير بفعل الحرب. يمضي 12 عاما ويترك خلفه مؤسسة تعليمية منهارة في بلد بات الطالب والمعلم بلا مدرسة وبلا مرتب، في صورة تعكس مدى التشظي الذي يعيشه الوطن منذ سنوات. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مأرب.